أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في توقعات أحوال طقس بربوع المملكة لهذا النهار. هذا بالنسبة لدرجة الحرارة مسجلة بالدار البيضاء وطنجة 12 درجة، حداشر درجة مسجلة بمدينة مراكش، اثناشر درجة مسجلة بمدينة أكادير، فاس 10 درجات، الجهة الشرقية وبالضبط مدينة وجنة مسجلة بها 11 درجة، أما العيون ف 14 درجة و 17 درجة مسجلة بمدينة الداخلة. كانت هذه توقعات أحوال طقس بربوع المملكة لهذا النهار. هذا كنحييكم في أمان الله.